الحريق ضخم جدا، عشرات الصهاريج الآن تحترق في هذا السوق الذي يعد مصدر رزق لأغلب المدنيين الذين يعملون في المنطقة، خسائر مادية كبيرة في هذا السوق الكبير لمعبر الحمران في ريف حلب الشرقي. لا قدرة لأحد هنا على إخماد الحريق، يبدو في مشهده الأول اشتعالا لخزانات وقود، وفي مشهده الثاني حريق سياسي ضحيته الدائمة معارضو النظام. هنا في ريف حلب الشرقي حيث تسيطر المعارضة السورية وتركيا، تستهدف حراقات الفيول في كل من ترحين والحمران بريف حلب الشرقي بصواريخ يقول الجيش الوطني إن بعضها جاء من الساحل السوري والآخر من قطع عسكرية قريبة تتبع للنظام. 4 ضحايا مدنيون قضوا، من بينهم عنصر في الدفاع المدني عجز أصدقاؤه عن إنقاذ حياته حين كان يحاول إنقاذ أرواح وممتلكات المدنيين، فيما أصيب 27 آخرون بجروح أسعفت الحالات الخطرة منها إلى تركيا علها تجد العلاج. بيان الجيش الوطني اقتصر على توثيق لحظات القصف ومناطق خروج الصواريخ، صواريخ لم تمنعها الهدن والاتفاقات المبرمة بين الدول الضامنة بحسب الحكومة المؤقتة التي اتهمت النظام وحلفائه بالجريمة الإرهابية بحد وصفها. روسيا والنظام المشار إليهما في اتهامات الحكومة المؤقتة والجيش الوطني لم تتبنى أي منهما عمليات القصف. أما عن تركيا فلا تصريحات رسمية حتى ساعة إعداد التقرير تتعلق بالحادثة التي هزت مناطق في الشمال السوري. بعيداً عن الخلفيات السياسية يعيش السوريون مأساة الحدث، أرزاق المدنيين وأرواحهم أزهقت في ليلة مظلمة لم تكن الأولى في قساوتها على السوريين الذين يعيشون عامهم العاشر في مواجهة نظام خرق وحرق ليبقى.